الثراء الفاحش الغير المشروع لأفراد يلتفون حول النظام في ظل فساد الأداء الحكومي وتغييب أجهزة الرقابة. قرار رفع الدعم عن السلع الأساسية الذي أدى إلى تفجر مظاهرات عام 77 تعلن رفضها النظام الساداتي. كما توترت العلاقة بين السادات ورجال الكنيسة المصرية، واشتعل فتيل فتنة طائفية بوقوع أحداث عنف في منطقة الزاوية الحمراء، فأصبح الشارع المصري متحفظا على استمرار النظام الساداتي. الجماعات الإسلامية أيضا باحت بغضبها على الرئيس، وكانت لها أسبابها الخاصة. التحفظ الأساسي الإسلامي على سلوك السادات أنه نظام يعني بمقاييس الشريعة الإسلامية، مقاييس الإسلام، لا يعتبر نظاما إسلامي، بل بالعكس يعتبر نظاما فاسدا. ساعتها يعني بقى نتكلم عن ساعتها يعني كان طبعا القول السائد إن هو مش بيحكم بالشريعة، وبالتالي اللي مش بيحكم بالشريعة بيحكم عليكم، وبالتالي يجب الخروج عليه من الأطاعة للحاكم الكافر ويجب خلعه. الرد عن الحرية النسبية التي كانت أعطيت في عهد السادات في الفترة الأولى اللي هي فترة 76 فبدأت قوانين اللي هي قوانين اللي بنسميها احنا قوانين سيئة السمعة. استقباله لشاه إيراني في مصر واستضافته لي وخرجت المظاهرات في الجامعات الإسلامية في الجامعات عن طريق قادة الجامعات الإسلامية، أيضا الدور الذي كان يعطيه السادات للسيدة حرم في صياغة الحياة السياسية في مصر، خاصة لأن يتكلم بشكل خاص تعديل قانون الأحوال الشخصية. سلوكه في السادات، السادات ومراته وأسرته واستضافة بعض يعني الالتحاق بالقيم الغربية فيما يتصل بهذه الزاوية برضو مثل علامة استفزاز لبعض القطاعات الإسلامية. فكرة العدو القريب والعدو البعيد دي فكرة كانت حاكمة، إنه كان متصور أي قضية أخرى خارجية ده عدو بعيد. إحنا نبدأ الأول بتخليص البلاد من العدو القريب وهو الحاكم الظالم أو الجائر أو الكافر أيا كان التسمية والتوصيف، وبالتالي نبدأ نفكر في القضايا الأخرى. كنا إحنا برضو في هذه المرحلة يعني عايزين نقيم نظام إسلامي كامل بيطبق الشريعة الإسلامية، بيمنع كل مظهر من مظاهر اللي هي ضد الدين. ده كان طبعا السادة ما كانش هيقدر يعمله يعني أو ما كانش موافق عليه. أردت أن تجرد الحدث من التلوينات التي أصابته. أنا أحكي لك معلومات دقيقة بأن هذه دوافع خالدة، هذه دوافع هذه المجموعة، فاختلط فيها أو غالب عليها الدين أكثر من السياسي. الذين أرادوا أن يقرأوا قراءة سياسية لم يقرأوها قراءة صحيحة، هي كانت قراءة في مفهوم ديني بين قوسين خاطئ. كانت الجماعات الإسلامية قد تمكنت في تلك السنوات الذهبية من تاريخها من تأسيس شبكة علاقات ومصالح واسعة وبنية تحتية قوية قادرة على إرهاب النظام، فقررت أن تعلن عن وجودها بالتصدي للعدو القريب، وبدأت فكرة إقامة دولة إسلامية أولى خطواتها التخلص من الرئيس. التفكير يعني الجدي للتوجه للعمل المسلح بدأ يتكون سنة 80 عندنا مع زيادة بقى وتيرة الهجوم من السادات على الجماعات الإسلامية. ابتدأ هو كان بيتزايد في هجومه في خطبه، لو نرجعنا في خطبه هنلاقيه بيهاجم. التدابير نفسها بقى الأمنية بدأت تتزايد لتحجيم، فبدأ فكرة إن يبقى فيه جناح ردع. دي بداية الفكرة، جناح ردع فيما لو فكر السادات. زي ما كان بيتكلم هو في ذلك الوقت عن الأنياب، بدأ يتكلم عن الأنياب، يعني الديمقراطية لها أنياب. في صيف عام 80 وفي أحد مساجد حي بولاق الدكور، بدأ شاب يدعى محمد عبد السلام فرج في الدعوة إلى إعادة إحياء تنظيم إسلامي باسم الجهاد. حصلت قناعة عند الشباب بالذات إن هو مش هيصل للأهداف بتاعته إلا عن طريق العنف يعني، وان الباب مقفول او مغلق للوصول باي طريق اخر يعني. وصل مباحث امن الدوله ان التنظيم بيتحرك تحركات جاده. الكلام ده كان قبل سبتمبر. تأيدت هذه المعلومات وكانت بتعرض اول باول بواحد سواق تاكسي كان ركبت معاه مجموعه وراحوا منطقه الهرم، وقال ان دول فهم انهم بيتدربوا على استعمال سلاح. فكمل وأيد المعلومات اللي شغالة فيها مباحث أمن الدولة في ذلك الوقت،
فاستمر التحريات إلى أن وفقوا إلى تسجيل شريط فيديو صوت وصورة لاجتماع فيه بعض أعضاء وقادات تنظيم بيشتروا أسلحة وبيفحصوا السلاح. واحد سأل قال له تعملوا إيه؟ قال له أول طلعة في سد السلات. جاني هذا الشريط. اللي حصل بقى أنه في ذلك الوقت كان التقى مع محمد عبد السلام فرج سنة 80 في جامعة القاهرة. كان هو كرم برضو مطلوب القبض عليه وكنت مطلوب القبض عليه وكنا مع بعض. فجيت عرف علينا محمد عبد السلام فرج، تعرف علينا مع بعض. كان بدأ التقارب هذه الفترة لما عرفوا بقى فكرة اللي احنا ارتبطنا، فعجل بيهم بقى بانه تعال بقى نحمل مع بعض، احنا جماعة لوحدينا، احنا بنعمل في الصعيد. وهو محمد عبد السلام فرج قال له انا معايا تشكيل وموجود في القاهرة وفي وجه بحري. وكان هم مجموعة السلام عندهم مشكلة ان هم حاسين ان هم في الصعيد بس، فعايزين يبقى لهم رجل في القاهرة في وجه بحري. فده كان الجزء التاني. كل ده اعماره قليلة جدا في الزمن. بتعمل تنظيم تبدأ في سنة 80 فواخرها، سنة 81 بتفكر في احداث تغيير في نظام الحكم. جاء شهر سبتمبر أيلول عام 81 ملبدا بالغرب.